مع تصاعد التوترات الأمنية في مصر عقب ثورة 25 من يناير، تراجعت أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة كبيرة، ما كبد قطاع السياحة المصرية خسائر أثرت تأثيرا كبيرا في الناتج القومي المصري. وقد جاءت الضربة القاضية للسياحة في 31 من أكتوبر الماضي، عندما سقطت طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء وقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وبعد بضعة أيام من تحطم الطائرة، أعلنت موسكو تعليق كل خطوط الطيران المتجهة إلى مصر، في حين أوقفت لندن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ. وفور تحطم الطائرة الروسية انخفضت عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار شهريا خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين. وقبل حادث تحطم الطائرة الروسية، عانى قطاع السياحة المصري خسائر متتالية لعدة أسباب حصرها البعض في التوتر الأمني وفشل قطاع تنشيط السياحة في جذب السياح إلى مصر في ظل منافسة ضارية مع دول مجاورة أبرزها تركيا والأردن ولبنان. وبالنظر إلى عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة الماضية، فقد زار مصر العام الماضي قرابة 2 مليون سائح مقابل 15 مليون في عام 2010. وعلى مستوى عائدات السياحة فقد بلغت 6 مليارات و 200 مليون دولار في عام 2015، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام الماضي بحسب إحصاءات رسمية. وبحسب مراقبين فقد أطاحت الأزمة التي تمر بها السياحة منذ أكثر من 5 سنوات بعدد كبير من العاملين في القطاع السياحي، ما أدى إلى ارتفاع أعداد العمالة التي هجرت قطاع السياحة إلى أكثر من 2 مليون عامل من إجمالي 4 ملايين يعملون في جميع الأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية، أي بمعدل 50%. في النهاية فإن الدولة تعول على عودة قطاع السياحة إلى سابق عهده قبل عام 2011 لضخ نحو 12 مليار دولار إلى ميزانية الدولة سنويا، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري الذي عانى أزمات متلاحقة خلال الفترة الماضية.